يمكن التقرير اللي جاي تقرير إنساني جدا. 27 تمثال بالون كتسونا باللون الأسود، هم بيمثلوا فرقة روسية لقوا حتفهم غرقا في البحر الأسود. ده حقيقي كان أسداء، يعني هم لقوا حتفهم أثناء احتفالهم بالأعياد، وكان من أعضاء الفرقة رئيس إدارة الثقافة أنطون جوبانكوف. الفرقة تجمدت للأسف في لحظة زمنية وقت غرقهم وهم يرددون واحدة من أغانيهم المشهورة. خلونا نتابع هذا التقرير. 27 تمثالا بألوان وظلال سوداء ورمادية تصور أعضاء فرقة الجوقة الموسيقية العسكرية الروسية، والتي لقى جميع أفرادها حتفهم في البحر الأسود، هم في طريقهم للاحتفال بأعياد رأس السنة أمام العسكريين الروس الذين يؤدون خدمتهم في قاعدة حميمين بسوريا. وكان من بين ركاب الطائرة رئيس إدارة الثقافة أنطون جوبانكوف. في تشكيل عسكري وبالحجم الطبيعي لثلاثة صفوف من التماثيل تملأ قاعة جراند أورنو، وفي مدينة سان جيلان والتي تشتهر بمناجم الفحم تم تصميم هذه التماثيل من الخشب المتفحم. النحات الذي أبدع في تصميم هذه القطع هو الجزائري الأصل عادل عبد الصمد، والذي أراد أن يخلد ذكرى فرقة الجيش الأحمر ويمنحها مكانا خالدا ودائما على الأرض. أعضاء الفرقة تجمدوا في لحظة زمنية وقت غرقهم بالبحر الأسود وهم يرددون واحدة من أغانيهم بعنوان أوتشي تشيرونو، والتي تتميز بواحدة من الأغاني الأكثر عاطفية. ومن بين جدران المتحف تجد لوحات أخرى لجنود في ميدان مدججين بالأسلحة. كانت فرقة الجوقة الروسية والملقبة باسم الجيش الأحمر تقدم عروضها الفنية داخل روسيا وتجوب دول العالم. اشتهرت فرقة الإسكونوف بعروضها الفنية داخل روسيا وخارجها، وبعروضها الموسيقية الكلاسيكية والفولكلورية، بالإضافة إلى الموسيقى الشعبية والتراثية.